عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية. يأتي الاجتماع لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين، خاصة وأن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد عهدا جديدا من الترابط والتكامل الاقتصادي. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع وزراء الدول الأعضاء في المبادرة. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، خاصة إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع مع الالتزام بالنسق المعماري المخطط له، بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة. نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لخمسين ألفاً وتسعمائة وستة من المواطنين من خلال 43 قافلة طبية تم تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الحالي. يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.